السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي. حياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن ايفنت سيفورا. اليوم كنت معزومة على ايفنت سيفورا وراونا بعض المنتجات اللي بتنزل خلال الفترة الجاية، اللي هو كولكشن السبرينج. هالكولكشن بيتوفر في سيفورا مع بداية شهر ابريل. اغلب المنتجات بتكون موجودة مع بداية شهر ابريل، فتعالوا ياي اراويكم بعض هاي المنتجات. اول شيء واظرف شيء هاي الشنطه الحلوه من سيفورا، مكتوب عليها لبستين ادكت. وايد عيبتني، انا احب هالشنط الصغار، استخدمهم للسفر، احيانا احط اغراضي اذا بسير مثلا رحله او شيء، وايد عمليات. ثاني شيء من تو فيست هانج اوفر برايمر. هذا البرايمر من متى انا اترياه واسمع عنه، وايد يوتيوبر من امريكا يمدحونه لانه في كوكونات ووتر يرطب البشره وينعشها، بس المفروض انه في نفس الوقت ما يخليها تدهن. وبعد اللي كانت موجوده عند ستاند تو فيس قالت لنا انها ممكن تستخدمينه از نايت كريم، يعني لهالدرجه هو يرطب، فمتحمسه اني اجربه. ذا فيكس من ماركه فورمولا اكس اللي هي ماركه سيفورا. هذا المفروض انه يغذي الجلد اللي حوالين الاظافر ويقوي الاظافر نفسها. ها ما تجربته، بس بشكل عام النيل بولش مال فورمولا اكس حلوه، وايد حلوه تركيباتهم وما تتكسر او تتقشر بسرعه. من سيفورا بعد منزلين مجموعه فرش جديده. انا اللي وصلتني هذه بنسل برش رقمها 35. احسبها هاي وايد عمليه التمويه الجحال او الالينر فوق العين، يعني حلوه عيبتني. والثاني رقمها 53، شي شكلها صغيره، احسبها هذه وايد حلوه حق الكونتور. وبعد من ماركه سيفورا منزلين اي شادوات جديده. هذا جليتري، وايد هذا اللون عيبني، احس هاللون وايد بستخدمه. اما اللونين الثانيين واحد وايد شي فاقع، ممكن هذا استخدمه كبيس اذا بحط لون بني محروق على كسرة العين، هذا حلو كبيس او كخلفية للون البني. والثاني هذا الاخضر، هذا انا شوي محتارة ما اعرف في شو بستخدمه، بس بجرب وبشوف. من ماركة ستار سكن، هاي الماركة انا سامعة عنها بس اول مرة اشوفها في سيفورا، اللي هي حق شيت ماسك. تعرفون عاد انا وايد احب الشيت ماسك وايد استخدمهم، فهاي الماركة فيها كذا نوع، يعني منزلين هذا اللي هو في اي بي ستار سكن والانواع العادية اللي هي موجودة دايما عندهم. ما تجربتها صراحة، بس يوم حطت لي اللي واقفة عند الستاند حطت لي ماسك صغير على ايدي، والله كان يرطب عدل، فعشان شي بعد استانست وبجربها. اما من كات فون دي منزلين اي شادوات جديدة. انا هذا اللي طلع لي شي لونه نحاسي جميل، حبيت اللون وايد، وفي لمع وايد وايد لمعته حلوه، مو باللمع اللي هي شي قويه بس لا ناعمه لكن حلوه. هذا تومون تستخدمونه اما فرشاه جافه عادي او فرشاه مبلله بفيكس بلس يطلع اللون اقوى، وتركيبته وايد شي ناعمه. طبعا هذا في منه الوان وايد، انا هذا اللون اللي اعطوني اياه. وبعد من ماركة كات فون دي الانك لاينر، انا عندي الاسود وهذا الكحلي. الاسود عجيب، ثباته وايد حلو، وبس من ارسم فيه العين يعني مال تقريبا نص دقيقة وخلاص، من ينشف يتم جاف وما يتكسر ولا ينزل تحت العين. فبعد تحمس للازرق، حلو الازرق كتغيير خصوصا فترة السبرينج والسمر، يعيبني. واخر شيء من ماركة سيفورا ارجان هاند ماسك، ها مثل القفاز تحطينه على ايدك المفروض انه يرطبها. مجربة بنفس الفكرة من ماركة كيكو لكن اول مرة اجرب مال سيفورا. وهذه كانت يا حلوات بعض المنتجات اللي بتنزل في سيفورا الميدل ايست خلال شهر ابريل او مع بداية شهر ابريل اللي هو السبرينج كولكشن. بجرب هالمنتجات ان شاء الله وبكتب لكم رايي فيهم على الانستغرام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي استفسار، وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامه.